يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم حضراتي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ساعه مع ندى. برنامجنا برنامج اجتماعي بيناقش تفاصيل كتيره خاصه باعمار كتيره، صغير كبير مراهق كله معانا. يعني النهارده هندردش معاكم في موضوع مهم قوي، هو الاكتئاب والقلق والتوتر. امتى بنحس ان احنا عندنا فعلا اكتئاب وقلق وتوتر، وازاي نعالجه، وازاي كمان نحمي نفسنا منه؟ النهارده بيستضيفنا الدكتور خالد صقر، اخصائي التشخيص والعلاج النفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، ازيك؟ عامله ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ منورنا النهارده. نورك، ربنا يكرمك يا رب. ببساطه كده، انا امتى اقول ان انا عندي اكتئاب؟ كويس، خلينا نتكلم ايه هو الاكتئاب اصلا كتعريف قبل ما نتكلم عن امتى اشعر ان انا عندي اكتئاب. خلينا نقول ان الاكتئاب هو شعور بيصيب الشخص او الانسان، بيخلي انه الشخص غير قادر على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي وبشكل سليم. في البداية كده كل الناس بتمر بلحظات من لحظات الاكتئاب، يعني ممكن يجي عليك يوم اتنين تلاتة عندك اكتئاب، ممكن يجي عليك شهر عندك اكتئاب، شهرين تلاتة عندك اكتئاب. الفكرة كلها انه امتى اقول ان انا مريض اكتئاب. ده دايما للناس بيبقى فيه لغط كبير جدا، انا مكتئبة او انا مكتئب، امتى الاحظ ده؟ خليني اقولك انه لو يومين تلاتة حصل لي اكتئاب، في بيبقى اكتئاب سببي، يعني مثلا حد كان داخل امتحان او كان منتظر وظيفه معينه او منتظر شغل معين والحاجه دي ما جاتلوش مثلا، او كان مرتبط وساب الشخصيه اللي مرتبط بيها او الشخص اللي كان مرتبط بيه، وبالتالي هنا حصل له اكتئاب. الاكتئاب ده مرتبط بمجرد سبب او بحدث معين، مجرد ما الحدث ده بيخلص او مجرد ما بيقدر يتخطى المشكله دي خلاص الاكتئاب ده بيروح. طيب اذا ما قدرش ان هو يتخطاه، قعد له شهرين ثلاثة أربعة خمسة، لو عدى ثلاث شهور فهنا الشخص ده دخل في مرحلة من مراحل الاكتئاب بتختلف درجتها من شخص للتاني. يعني مثلا خليني أقول لك مثال بسيط. النهاردة مثلا حد عنده والدته توفت أو والده توفى، لو اتنين إخوات في البيت ممكن حد ياخد يومين ثلاثة أربعة خمسة متضايق وزعلان وحزين وما إلى ذلك، وحد تاني ياخد شهر سنة سنتين ثلاثة. فكرة بالمناسبة، أنا بشوف ناس مثلا ممكن يبقى حصل له مشكلة أو حاجة وتلاقيه يفضل طول حياته المشكله دي مأثره على حالته النفسيه والمزاجيه، فدايما بيخش مع الاكتئاب، وهو ماشي في الاكتئاب يا ندى بتبص تلاقيه جر معاه ثلاث اربع امراض ثانيه، جر معاه القلق، التوتر، جر معاه مشكلات ثانيه. مشكله خلينا نقول باختصار شديد يعني انه لو انت حسيت ان انت مكتئب او مريض بالاكتئاب هتلاقي في شويه اعراض انت بتمر بيها. دي اهم حاجه. ايه بقى الاعراض اللي انا لما احس بيها اقول انا كده داخله على مرحله اكتئاب؟ حلو، مش داخله بقى، انا جوه المرحله. بس انا لسه في الاول، انا ممكن الحق نفسي. كويس، قبل عشان الحق نفسي بيبقى في عندنا وظائف اسمها وظائف الادراك، وظائف خمس وظائف كده، الوظائف الحيويه للمخ اللي هم ايه؟ الادراك والتذكر والبيهيفير السلوك والايموشنز المشاعر وقدرتي على القيام بحاجات عاديه خالص. تمام، اللي هو الحاجات اليوميه بتاعتي، يعني لو ست مثلا في البيت بتطبخ بتاكل عندها اولاد بتربيهم عندها زوج بتهتم بيه، الوظائف الحياتيه. اول ما تحس ان هي عندها مشكله في حاجه من الخمسه دول هي هنا كده على اعتاب وجود مشكله، وخاصه لو الموضوع ده فضل مستمر معاها فتره. انا استاذنك بس قبل ما تدخل في النقطه دي، هل المراحل دي بتعدي على الصغير الكبير ولا هو كبير بس او صغير بس؟ كويس، سؤال مهم جدا، وغالبا خلينا نقول انه الاعراض دي بتتشابه الاطفال اللي هم في سن مثلا 8 9 سنين 10 سنين، ممكن تلاقي طفل قاعد على جنب كده، ده مثلا ممكن تعرض للتنمر مثلا فجاله حاله من الاكتئاب، بيقولوا عنده توحد كده. وده بيحصل على فكره اكتر في البنات، لانه اكتر الناس عرضه بالمشكلات النفسيه هم البنات. كويس كده، فتلاقي مثلا لو بنت مثلا صغيره خالص اهي، بس هي الجينات متاصله في البنات، يا متاصله في البنات. لا احنا هاديين بس زياده عن اللزوم. لا مش كده، يعني مثلا لو بنت مثلا صغيره وكان شعرها مثلا، ودي اكتر حاجه بنقابلها في المدارس بمناسبه ان احنا في المدارس دلوقتي، شعرها مثلا كيرلي مثلا، كويس كده، فالبنات يفضلوا ايه، ممكن ان هم يتنمروا عليها عشان شعرها، فالبنت دي تاخد جنب وتبقى وده من اخطر انواع الاكتئاب، لان الطفل مش بالسهل انه يعبر عن المشكله اللي موجوده عنده. صح. طب احنا نعرف منين ان عنده مشكله ونبدا نحلها؟ كويس، انا طفلي المفترض ان هو طفل عادي جدا، فجاه لقيته واخد جنب، فجاه مش عاوز انزل المدرسه، فجاه مش عاوز العب مع اصحابي، فجأة ما بشاركش في الأنشطة الحياتية اليومية، لو في لعبة أو حاجة أنا ما بعملش أي حاجة. هنا لازم الأم تسأل نفسها سؤال مهم جدا، يا ترى إيه السبب اللي خلى طفلي يوصل للمرحلة دي؟ المشكلة هنا إن إحنا متأخر،
وده اللي يمكن بيصعب الموضوع وبيصعب حله. مش بس بنتأخر في الصغيرين، احنا بنتأخر في الصغيرين والكبار. ولما بنتأخر التأخير ده بيعمل ايه؟ عارفه انت، هقول لك على حاجه ببساطه شديده كده، وانت في حياتك اليوميه اكيد عندك اصحاب، صح ولا لا؟ اكيد. واكيد ممكن انت تكوني مريتي بحاجه من دي. اللي بيحصل ايه؟ ان ممكن تلاقي حد عنده مشكله، المشكله دي اصلا من هو صغير، مشكله من هو صغير خالص، عنده فقدان الثقه بالنفس مثلا، عنده فقدان قدرته على التعامل مع الاخرين، ما بيعرفش يتواصل مع الناس. تلاقي انه اصل المشكله دي من هو ايه؟ من وهو صغير. طفل صغير. وبالتالي لو احنا كاباء وامهات، واحنا هنا خدنا بما ان برنامجك بيناقش الكبير والصغير، فقلنا ان الصغير هنا اهو، لو الصغير قدرت الام والاب ياخدوا بالهم من فكره انه لا، ياخدوا بالهم من تصرفات الطفل وسلوكه، لان هو اللي بيحصل ايه؟ انت بتفكري ازاي؟ احنا كاشخاص بنفكر ازاي؟ انه بيحصل موقف في سجل اسمه سجل الافكار في علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي CBT. اللي بيحصل انه اللي بيحصل الموقف، موقف معين بيحصل لك مشاعر، المشاعر دي ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن وجود افكار معينه، الافكار دي بتسبب مشاعر بسبب موقف، المشاعر دي تخلينا نتصرف بطريقه معينه. فلو قدرنا ان احنا نراقب افكارنا، او قدرنا ان احنا نعرف الافكار اللي احنا بنفكر فيها، هنقدر نسيطر على مشكلات كبيره قوي. منك انت اتكلمتي عن الاكتئاب، احنا لسه عندنا بقى قلق وعندنا توتر وعندنا حاجات كتير قوي بس ما شاء بالنسبه الله. للاكتئاب يعني انت ممكن تلاقي نفسك قاعد مفيش اي حاجه خالص، مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه، وفجاه تلاقي ان انت خلاص متضايق، لا كويس. عايز تتكلم مع حد ولا عايز تناقش اي حاجه مع حد، لا كبير ولا صغير. ده ايه ده؟ اسميه ايه؟ كويس. وقته قليل ولا بتاع لونج تايم، يعني وقت كبير؟ في ناس ممكن توصل للمرحله دي تلاقي حد يعرف يخرجها من اللي هي فيه، وفي كويس. ناس تانية ما بتعرفش. شايفه انت قلت ايه؟ حد يعرف يخرجها من اللي هي فيه. فكره اعتماد الشخص انه وجود حد في حياته يساعده على انه يخرج من اللي هو فيه، وعدم وجوده بيسبب له مشكله، هنا ده انا يعني عارف بسميه التعلق المرضي. فكره ان انا تعلقت بوجود حد في حياتي، فهو موجود ابقى كويس، وهو مش هو موجود ابقى بغض مش النظر كويس. عن الحد ده مين، بس كلنا بنحتاج في ادق تفاصيل حياتنا بعيد عن المرض، بنحتاج حد معانا، حد في مرض، حد في زعل، حد في فرح، حد في كل كويس. حاجه. بس الفكره كلها بنحتاج الناس، والعلاقات الانسانيه ما بين الناس بتضفي شيء من السعاده النفسيه. لكن فكره انه لو الشخص ده مش موجود او الحاجه ده مش موجوده، ان انا اوصل لمرحله من مراحل الاكتئاب، ده هنا في حد ذاته هنا بقى المشكله. طب انا اتصرف ازاي؟ يعني انا مثلا كلنا يا ندى محتاجين ان يبقى في ناس في حياتنا، صح. ده شيء طبيعي جدا، كلنا محتاجين انه يبقى نشعر بحب الاخرين لينا وتقديرهم لينا، ونفرح بالكلمه الكويسه احنا عايزين الناس اللي بيفرحونا بالكلمه الكويسه، بس الناس التانيه دي مش عايزينهم خالص طب ما في احنا مش حياتنا. هنلاقيهم، يعني عارفه مش هنلاقي كل الناس بتفرحنا بالكلمه الكويسه. عشان كده انا همثل لك مثال، انت النهارده احنا قاعدين في التكييف اهو، كويس كده؟ التكييف ده ليه درجه بروده معينه، انا وانت قاعدين فيه، ممكن انا اطلع من هنا عندي برد وانت تطلعي كويسه. ايه السبب؟ ربنا يستر. ايه السبب؟ ايه السبب؟ وليه ايه السبب؟ يعني انت الطاقه، ايه المناعه. السبب؟ المناعه. في برضه حاجه ثانيه اسمها المناعه النفسيه. ايه المناعه النفسيه؟ قدرتي انا كشخص على تحمل المشكلات وقدرتي على التعامل معاها. دي بتنشا من الطفوله، فكره في تلاقي دايما ام اعتماد بتخلي ولادها يبقى اعتماديين عليها. تساعده في حل مشكلاته، تساعده في اتخاذ قراراته، تساعده في المذاكره، تساعده في الاكل، تساعده في الشرب. هنا الام عارفه بيحصل ايه؟ ان الطفل ده لما بيكبر، بيبقى كبر بقى خلاص بقى، وممكن يتجوز، وقاعد منتظر زوجته تساعده، او منتظر امه تساعده، فبيروح ما بيلاقيش ده. هنا اللي بيحصل ايه؟ انا قبل ما حضرتك طبعا تقول لي هنا بيحصل ايه، انا هستأذنك في مكالمة تليفونية. معانا أميرة من أسيوط. الو. عليكم السلام، اهلا يا أميرة، ازيك؟ عندك اي سؤال استاذ خالد؟ يعني بسأل عن معاملة الطفل وكده. تسألي عن ايه؟ عن معاملة الأطفال. معاملة الأطفال بتسألي تحديدا عن معاملة الأطفال؟ في حاجات كتيرة قوي في معاملة الأطفال. يعني هو الطفل المفروض يتعامل برقة وبهدوء طب الخط فصل، بس يعني استنتاج انا من سؤال الأميرة ان هي ازاي الام تتعامل مع طفلها، يعني خصوصا لو دخل في مراحل الاكتئاب.
طيب خلينا قبل ما يوصل لمرحله الاكتئاب ناخده كده من الاول خالص، لان مفيش طفل بيتولد مكتئب. اكيد يعني مفيش طفل بيخرج كده يلاقي نفسه مكتئب. الاكتئاب دي الاكتئاب ده بيبقى ليه اكتر من شق. على فكره في جوانب وراثيه، بيبقى ممكن بعض الافراز بعض الهرمونات قليله فبتؤدي الى حدوث ان الشخص ده يبقى عنده اكتئاب، فده بيتعالج بالادويه. خلينا نتكلم على الاشخاص اللي هم عاديين وبعد كده بيتولد يعني بياخدوا الاكتئاب من المجتمع. قبل ما نخش في قصه الاكتئاب خلينا اجاوبها على فكره ازاي عامل الطفل. لازم تعرفي ان الطفل ده هو شخصيه مستقله بذاتها. يعني شخصيه مستقله بذاتها يعني هو النهارده هو بني ادم جه انت مسؤوله عنه في رعايته وتربيته وما الى ذلك، وعشان تربيه لازم تبقي عارفه ايه هي وسائل التربيه اللي انا اربي بيها اولادي. حلو قوي، ايه هي بقى؟ كويس كده، لانه عارفه الناس بتتجوز يعرفوا يعملوا فرح كويس كده ويجهزوا شقه ويصرفوا ويعملوا كل ده ويتجوزوا ويخلفوا ويطلع لهم الصدمه، يطلع لهم طفل كده. مين يعني مين اتعامل مع ده ازاي؟ فكره انه اللي خرج ده الناتج ده مش عارف اتعامل معاه. هنا بقى المشكله ليه؟ لانه انا النهارده لو راكب عربيه والعربيه دي عطلت مني وانا مش عارف العربيه دي اصلا بتشتغل ازاي، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ده هنعرفه بعد ما نشوف فاطمه. طيب تدخل معانا بس في مداخله. الو، ايوه فاطمه معانا، فاطمه من اسكندريه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله تمام. ايه سؤالك؟ دكتور اتفضلي. طبعا اتفضلي مع حضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي يا استاذه فاطمه. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي زي 4 شهور دايما متوتره وقلقانه ودايما حاسه ان انا او اولادي هيحصل لهم حاجه. انت او اولادك يحصل لهم حاجه؟ نوع الحاجه دي اللي انت بتفكري فيها كان بتبقى عباره عن ايه؟ ان هو مثلا هي جوزي او اولادي او انا، حد فينا دايما بالموت، يعني دايما بالموت. هل كان في عندك حاله وفاه قريبه؟ لا يا عم، ده حواليا يعني مشاكل ونحلات وفاة كتيره، يعني يعتبر ما الواحد ما بيسمعش حاجه كويسه. فانت دايما الافكار دي دايما مسيطره عليكي؟ دايما كتير، يعني حتى وانا هاجي انام وانا قاعده في طول الوقت. طيب دي بتأثر على حياتك اليومية في ايه؟ بتأثر ان انا دايما جسمي مشدود، دايما متوترة، دايما عايزة يعني اطلع من البيت، مأثرة معايا في التعامل مع جوزي في حاجات كتيرة، يعني من كتر ما انا متوترة وبفكر كتير. كويس، بتعملي اي نشاطات؟ إن انا متأثرة ان انا تعبانة، عندي المكروب وباخد علاج بقالي فترة، بس من كتر ما انا دايما متوترة حاسة ان هو مش جايب نتيجة. ايه المشكله اللي عندك؟ عندي المكروب الحلزوني. تمام، كويس. طيب انت رحتي قبل كده لحد متخصص في العلاج النفسي يساعدك ولا لا؟ لا لا لا، بس انا يعني مع نفسي اتخطيت مرحله كبيره، ان انا بحاول ان انا دلوقتي التفكير قل شويه عن الاول، يعني بحاول الهي نفسي في التفكير، بحاول ان انا اتفائل، ولو مثلا جت حاجه وحشه لا احاول ان انا افكر في حاجه كويسه، فالموضوع قل شويه عن الاول، يعني احسن من الاول. كويس. طيب يا استاذه فاطمه، انا هجاوب عليكي واسمعيني كويس، وهاتي ورقه وقلم كده عشان اقول لك كام حاجه تعمليها. تمام. بنشكرك جدا يا فاطمه مداخلتك دي. طيب خلينا نخلص الجزء الاولاني. نخلص الجزء الاولاني. فالفكره كلها انه الام لما بتخرج الاب والام لما بيخرجوا ما عندهمش وسائل التربيه، فمش عارفين يربوا ولادهم ازاي. طب انا عشان اربي ابني وانا عايز اعرف ايه هي الوسائل. عندنا في حاجات عامه كده لازم الاب والام يبقوا عارفينها. اول حاجه لازم الاب والام يبقوا عارفينها، لازم يعرفوا انه اللي خرجوه ده هم مسؤولين عنه لفتره معينه، بيعلموه وبيربوه وبيعلموه حاجات، عارفه انت وسائل التربيه الحديثه، بيأسسوه. التأسيس ده هو الناتج اللي يخرج منه الطفل. يعني مثلا السلوكيات اللي الاب والام بيتصرفوها لازم يلاحظوها، لان الابن هو بيمتص كل حاجه بيشوفها. دي اول نقطه. التلفزيون مثلا لو بيتفرج على اي مشاهد في التلفزيون او اي حاجه لازم تبعديه، بيتفرج على عنف هتلاقيه عنيف، بيتفرج على كرتون هتلاقيه بيتكلم زيه، بيعمل حاجه اسمها النمذجه او الموديلنج، بيمثل الحاجه اللي بيشوفها عن طريق رؤيته ليها. وبالتالي هنا اللي بيحصل ايه؟ انه التمثيل ده او الحاجه اللي بيشوفها بشكل مستمر وبيمثلها هي دي اللي بتطبع عليه بعد كده. دي رقم 2. رقم 3، ما تطلبش من طفلك حاجه انت ما بتعملهاش. يعني مثلا ما تكذبش يا حبيبي وهو اصلا بيكذب، او ما تعملش كذا هو بيعمل ده. اللي انت ما تطلبش منه يصلي مثلا وانت ما بتصليش، ما تطلبش منه حاجات انت ما بتعملهاش وتطلب ان هو يعملها.
هيحس بتضاد فيطلع عنده اضطرابات في التفكير. انا دي بعض هقطع الحاجات منك بس السريعة. مداخلة طيب تليفونية معلش وهنرجع نكمل برضه مع حضرتك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ام محمد من الفيوم. ام احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ربنا يخليكي يا دكتور. اتفضلي قولي انا سؤالك يا ام احمد. حضرتك انا بقعد مع نفسي تمام، بفكر كتير جدا، وفي حاجه ان انا بقعد اتخيل مثلا ان حد من اخواتي او من اهلي او اي حد يعز عليا ان هو في مشكله، وهو اصلا ما فيش مشكله اصلا من الاساس. يعني انا بقعد اتخيل مثلا لا قدر الله ان حد من اخواتي جرى له حاجه، واعيش بقى وممكن دموعي تنزل انه حصل واحد اثنين ثلاثه وان انا هعمل كذا، وفي نفس الوقت بلاقي نفسي ان انا بعيط مع اني ما فيش اي حاجه من الحاجات دي اصلا. ده من امتى؟ لا ده انا بقالي فتره كبيره يعني مثلا بقالي كام من اول ما اتجوزت كده، يعني مثلا 8 سنين او لكن 9 قبل كده ما سنين كانش فيه الكلام ده قبل الجواز. لا طيب تفتكري ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ يعني اول مره انت بدات تعملي فيها كده كان امتى؟ كان ايه السبب؟ وصلت لكده ازاي؟ انا في ضغوط كتير جدا بيني وبين جوزي ومش متفقين تمام، فدايما كنت بقول لنفسي ان هيحصل مثلا لا قدر الله حاجه فانا ايه انشغل فيها تمام، انا مش عارفه والله، او يعني بقول لنفسي مثلا ايه انه لو حصل كذا حتى على اولادي، ان انا ساعات اهلي اصلا رافضين موضوع الطلاق تمام، فانا ممكن اتخيل ان اولادي يجرى لهم اي حاجه وان خلاص بمجرد ما الموضوع ده هيحصل فانا مشكلتي انا تقريبا. ده نوع من انواع القلق. كويس تمام ماشي يا محمد، انا هرد عليك دلوقتي. طيب خلينا احنا خلاص يا كده محمد معانا خلاص خلاص ام احمد قفلت ام احمد. طيب خلينا اقول انه بالنسبه كده بالنسبه للاطفال، يعني دي روشتات بالنسبه للاطفال، والناس عايزه تعرف اكتر ممكن ان هي تتواصل معانا على ممكن تتواصل معايا على الصفحه خالد صقر بالعربي او بالانجلش، يتواصلوا معايا وانا هجاوبهم على باقي التفاصيل دي بالنسبه للجزئيه دي. بالنسبه للجزئيه الثانيه القلق الموت، في اضطراب اسمه اضطراب قلق الموت. ايه هو اضطراب قلق الموت ده؟ انه الشخص طول الوقت بيفكر في افكار، الافكار دي كلها في اتجاه حاجه معينه، في اتجاه مثلا الموت، في اتجاه الحوادث، في اتجاه اشياء معينه. هي بتعاني تقريبا من اضطراب قلق الموت على حسب ما فهمت من المكالمه، صح كده؟ طيب اضطراب قلق الموت ده بيبقى ناتج عن فكره، عشان كده قلت لها هاتي ورقه وقلم. الورقه والقلم ده هتجيب هتكتب في اول ورقه كده سجل اسمه سجل الافكار. وبعد ما تكتب سجل الافكار هتسطر الورقه دي كده بنفس الطريقه دي كده، وهتعمل اول حاجه اسمه الموقف او الحدث، الموقف او الحدث اللي بيحصل، وتكتب بعدها المشاعر، ايه المشاعر اللي بتحصل لها، بعد كده تكتب الافكار، وبعد كده تكتب السلوكيات. تمام. يعني ايه؟ هتكتب في هتعمل اربع مربعات، اول حاجه فيه الموقف، تاني حاجه المشاعر، تالت حاجه الافكار، رابع حاجه السلوكيات. ده اسمه سجل الافكار، وفي حاجه اسمها سجل الافكار المعدل. ازاي بقى نعدل الافكار دي؟ بطريقه علميه. اول حاجه بتكتب الموقف اللي هي بتمر بيها والمشاعر اللي بتحصل، وبعد كده اول ما المشاعر تحصل، عارف المشاعر بتحصل ازاي؟ بسبب فكره. الفكره بتيجي بتولد مشاعر، المشاعر دي بتولد سلوك. مجرد ما هي تعمل ده هنقدر من هنا نكتشف هي الطريقه اللي بتفكر فيها ايه؟ الطريقه اللي بتفكر فيها ايه؟ وعشان كده بتولد المشاعر دي. دايما الاشخاص اللي هم عندهم القلق ده غالبا ما عندهمش نشاطات يوميه بشكل مستمر. مفيش حاجه يتشغلوا فيها. مفيش حاجه يتشغلوا فيها، مفيش حاجه بيعملوها، فعشان كده دايما بنصحهم بان هم يواظبوا على سجل الافكار ده، وبعد كده بنعلمهم ازاي ان هم يطبقوا سجل الافكار المعدل عشان يتخلصوا من المشكله دي. دي رقم واحد. رقم الاثنين بنعمل حاجه مهمه جدا جدا، ان هو لازم الناس دي تكون بتمارس انشطه يوميه، تمارس رياضه، ودي من ضمن اكتر الحاجات اللي في العلاج النفسي مهمه جدا جدا، لانها بتزود افراز بعض الهرمونات اللي بتزود الاحساس بالسعاده او الراحه. رقم ثلاثة، لازم لو هي عندها هوايات او حاجات بتعملها في حياتها لازم ان احنا نساعدها ان هي تسجل الهوايات بتاعتها دي ونبدا نطبقها. لازم يكون ليها اهداف معينه، حتى ولو اهداف، عارفه في دايما حد يبقى عنده هدف كبير قوي، فيجي تقول له انت هدفك ايه؟ يقول لك هدفي انه اعمل حاجه معينه، حاجه دي كبيره قوي. فمش طول ما هو لسه ما وصلش للحاجه ديت بيفضل عنده مشكله. لازم تقول للشخص ايه هدفك ايه؟ فيقول لك هدفي كذا. طيب قسم هدفك ده بدل ما هو هدف كبير، قسمه لحاجات صغيره 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 صغيره. ليه؟ عشان لما توصل لجزء منها تبقى انت قدرت تحقق جزء من ايه؟ من الاهداف بتاعتك، فتشعر كل شويه بالسعاده. لما هي تقدر تتدرب على سجل الافكار ده وتعمله، الموضوع ده هيفرق معاها جدا جدا جدا. وده انا بقوله مش بس ليها، بقوله لاي حد بيعاني من القلق والاكتئاب والتوتر، بيعاني من مشكلات في حياته، من هنا هيبدا يعرف هو الطريقه اللي بيفكر فيها ايه، والطريقه ديت هنا ده هي دي الطريقه اللي مودياه
للسلوكيات او المشاعر اللي بيشعر بيها. يعني انت متضايق بسبب فكره، مبسوط بسبب فكره، حزين بسبب فكره، مكتئب بسبب فكره. ازاي بقى نعالج الفكره دي؟ هو ده اللي احنا ممكن نتعلمه، مش النهارده، يعني أنا بشكل أقدر أقول بشكل كده. مباشر. اه طبعا لسه حلقاتنا كتير مع بعض ان شاء الله. يعني انا اقدر اقول مثلا ان الاكتئاب ده هو البيج بوس، ايوه، وفيما يليه بقى القلق، التوتر، والعكس، مرحله والعكس تعتبر من المراحل. والعكس يعني ايه؟ يعني الاكتئاب غالبا بيجي معاه قلق، كويس كده؟ القلق غالبا بيوصلنا في النهايه للاكتئاب، التوتر غالبا بيعمل كده. يعني ببساطه شديده هي سلسله، كل حاجه فيهم بتودينا لحاجه تانية لو ما قدرتش نسيطر على الحاجه الاولانيه. دايما بقول الامراض النفسيه عامله زي السرطان، لو ما قدرتش تسيطر عليها غالبا بتنتشر، وانتشارها ما بيكونش حميد لانه بيحتاج وقت من العلاج، واحنا ما عندناش ثقافه العلاج النفسي للاسف فعلا. طب انا امتى اقول انا محتاجه اروح؟ انا مبسوط بالناس كمان اللي بتتصل، يعني ده عارفه ليه؟ ليه الناس لما بتتصل؟ ده معنى كده انه بقى في وعي شويه، لما حد طبعا يبدا يسال بقى في وعي شويه. طب اللي سالوا بقى كويس نقول لهم كده امتى تتجهوا ناحيه الطب النفسي؟ طيب خلينا نجاوب على ام احمد من الفيوم، كانت بتسال عن ان هي بتفكر كتير. دي حاجه اسمها اضطرابات التفكير، حاجه اسمها الاوفر سينكينج او اضطراب التفكير المفرط، بتفكر بشكل كتير جدا. وعشان انا عايز اجاوبها، بس عشان اجاوبها محتاج ان انا اعرف منها شويه التفاصيل، وطبعا مش هلحق اعرفها. لكن الناس اللي بتعاني من اضطرابات التفكير المفرطه غالبا بيبقى هو زانق نفسه في حته معينه كده. الحته اللي زانق نفسه فيها دي هي الحته اللي لو قدرنا ان احنا نساعده انه يخرج منها او يفكر بطريقه مختلفه هيقلل من حده التفكير ده. ودايما برضو بنصحهم زي ما احنا قلنا في حاجات اساسيه دايما بنصح بيها الناس عشان يتخلصوا من ده، ممارسه رياضه، ان هم استخدام سجل الافكار عشان نقدر نعالجهم، يلجأوا لحد متخصص يساعدهم في جلسات الدعم النفسي، الوسائل اللي هم يقدروا يعرفوا فيها لتفريغ المشاعر السلبيه والطاقه وما الى ذلك. بتقول لك انا بمر بمشكلات كتير، المشكلات اللي بتمر بيها دي ضغط عليها بتخليها طول الوقت عماله ايه؟ عماله تفكر، عماله تفكر، عماله تفكر. التفكير اللي عماله تفكره كتير ده هو اللي عامل لها ايه؟ هو اللي عامل لها هو يمكن الألم. القلق والتوتر اصلا مرتبطين جدا باي ام، بحكم ان هي بيبقى عندها اطفال، لازم يبقى في قلق وتوتر في اي بيت فيه اطفال وفي ام. لازم، فما نقدرش نعتبر ده ان ده مرض مثلا، لا دي حاجه كده بقى فطريه كده في لا البني ادم. لا بص هقول لك على حاجه، فكره انه القلق والتوتر مرتبطين باي ام، انا ضد الفكره دي. ليه؟ يعني هو ليه من وجهه نظرك انه يبقى القلق والتوتر مرتبطين باي ام؟ يعني بشوف ان خوف الام على اولادها بزياده قوي، ودايما قلقانه هما فين، بيعملوا ايه، هيحصل لهم ايه، دايما تمنعهم عن حاجات كتير عشان خايفه عليهم، عشان قلقانه، عشان متوتره دايما، عشان عشان. والله انت جيتي في حته مهمه جدا، ده اسمه الخوف المرضي. الخوف المرضي، في فرق ما بين ان انا اعلم الطفل، في فرق ان انا افضل خايف عليه ومش فاهم. فكره الام اللي بتبقى خايفه على اولادها، عارفه انت، عارفه انت مش عارف ايه كده، في مثل بيقول لك اللي كلت ولادها الحدايه ولا مش عارف حاجه كده، يعني مثل، المثل ده هو فعلا حقيقي، لانه ممكن الخوف الزياده من الام او من الاب على اولادها يتقلب بطريقه عكسيه. طب ايه الروشته؟ الروشتة يعني انا عايزه من حضرتك كده تديني روشته حلوه قوي للمشاهدين بيها يحافظوا على الطب، على نفسيتهم وهدوءهم وراحه بالهم. اولا طبعا كنا بيتفرجوا علينا، كنا بيتفرجوا علينا، فدي اول حاجه من الحاجات اللي هي بتنمي مهاراتهم النفسيه. دايما اقول للناس في نهايه كل حاجه، او دايما انا عندي مقوله شهيره دايما حتى بكتبها على صفحتي على الفيسبوك، انه المستقبل ده انت اللي بتصنعه، فعشان تصنعه لازم تكون دقيق جدا في ان انت تصنعه. واول طرق من طرق صناعه المستقبل بتاعك هي طريقه تفكيرك. عايز توصل لنتائج ايجابيه كويسه في حياتك لازم تشوف انت بتفكر ازاي، لان طريقه التفكير دي اللي هتقودك نحو حاله نفسيه جيده او نحو حاله نفسيه سيئه. حاله نفسيه جيده يعني صحه كويسه، حاله نفسيه سيئه يعني صحه مش كويسه، حياه غير مستقره. خلينا، انا عارف ان وقت الحلقه تقريبا وقت الحلقه انتهى، خليني بس اقول للمشاهدين في نهايه البرنامج انه التوجه الى حد متخصص في العلاج النفسي ده مش معناه ان انت مريض نفسي، مش معناه ان انت بتعاني من مشكلات نفسيه. احيانا انت بتروح للمتخصص او المعالج النفسي او الطبيب النفسي عشان بعض الحاجات، وديت انا النهايه اللي انا عايز اقولها بالنسبه للناس، انه اول حاجه ان انت ممكن يبقى عندك مشكله محتاج تاخد راي حد متخصص، مش راي حد وخلاص، لان احيانا بتروح تاخد راي حد بيزود لك المشكله لانه ما عندوش خبره، مش معنى انه كبير في السن انه عنده خبره. دي اول نقطه. تاني نقطه، ممكن ان انت محتاج تاخد قرار معين في حياتك ومحتاج حد يساعدك في اتخاذ القرار ده. رقم ثلاثة، ممكن تبقى أنت مريت بشوية تجارب سيئة أو تجارب سلبية، فمحتاج حد يساعدك في التخلص من هذه التجارب أو من أثرها. عشان كده
توجهوا للطبيب او المعالج النفسي على الاقل تمام. كل 6 شهور للاطمئنان على حالتكم النفسيه ميرسي جدا والصحيه. دكتور خالد صقر، انا بشكرك لوجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. استاذ خالد، دكتور خالد صقر، اخصائي التشخيص والطب النفسي. وهقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم ساعه مع ندى. شكرا.